السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ الفيديو ده لكل ام وكل شاب وكل صغير وكل كبير. المهم ان احنا هنعمل النهاردة سندوتشات او حاجات بسيطة قوي ومش مكلفة، وممكن تكون موجودة عندك في كل بيت، وممكن تستبدليها باي حاجة موجودة برضو عندك. الحاجات دي كلها اللي جوع اخر الليل، انا جعينة، حد من افراد اسرتي جعين، دوري على اي حاجة عندك جوه التلاجة وهتعرفي تعملي منها احلى حاجة تطلع من ايديكي زي الفل، زي سندوتش اللي انتو شفتوه من شوية. ممكن تقومي تسلقي بيض وتقشري البيض وتهرسي وتحطي عليه شوية ملح وفلفل مايونيز، تحطي شوية مستردة وتحطيه في السندوتش برضو الخفيف الدايت وتحمصيه وبقى احلى سندوتش. وممكن نعمل ايه برضو؟ شوية زعتر وشوية زيت عليها وبصل وطماطم، وبرضو تحطي في الساندويتش وتحطي عليه شوية زيتون وشوية جبنة برميزان او اي نوع جبنة عندك، وصوص او دبس رمان مثلا، وتحطي كل ده في الساندويتش على بعضه وتحمصي ويبقى احلى ساندويتش تاكليه ومغذي ومفيد جدا. الزعتر خلي بالكم، مش عايزة اقولكم الفوائد بتاعته قد ايه رهيبة رهيبة. طيب ممكن نعمل برضو حاجة تانية، ساندويتش تاني، ممكن تجيبي العيش الفينو وتفرديه وتحطي عليه كل الحشو اللي عندك في البيت، اي حاجة، وتدخليه الفرن كده على نار بسيطة قوي قوي قوي، وهتدوب معاكي كل المكونات. حطي بقى الكاتشب، حطي صلصة اللي انت تحبيه، تومية، ممكن عندك لانشون، عندك بسترما، عندك جبنة، عندك طماطم، مايونيز، ودخليه الفرن يدوبك يشم النار كده، الجبنة هتسيح معاكي، واحلى سندوتش برضو رجوع اخر الليل. تمام، تعالوا نشوفه مع بعض. لو عندك مكرونة تعملي بيها ايه؟ شايفين الطبق الحلو ده؟ هتجيبي اللحمة المفرومة وتتبليها وتحطي عليها شوية ملح وشوية فلفل، شوية بقسماط، لو عندك برضو بابريكا، مش عايزة تحطي بقسماط مفيش مشاكل، كوري اللحمة المفرومة دي اعمليها كور كده وديها تشويحة كده في الطاسة على النار. تمام، بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. هاتي بقى في نفس الطاسة قطعي بصلاية حتة صغيرة جدا كده، وديها تشويحة في نفس الطاسة اللي انت عملتي فيها كفتة، هتتبل، حطي عليها شوية توم، معلقة، يعني معلقة توم مفروم، معلقة صلصة، وشوية شوربة لو عندك، ورشة الملح والفلفل بتاعتك، وحطي فيها كفتة اللي احنا لسه محمصينها من شوية، ولو عندك ريحان عشان نحط معها بتدي طعم حلو جميل جدا مع الكفتة. تكوني سلقة المكرونة، تحطي حبة كده في الطبق وعليها شوية الصوص، وتحطي الكفتة اللي بتحبيها، وأحلى طبق سريع ومفيد سواء في غدا أو عشاء كمان. تعالي نشوف برضو هنا هنعمل ايه مع بعض. أخدنا فص توم كبير وهرسناه كويس قوي، شوية ملح، ملح معاه، شوية كريمة أو زبادي، نحطي عليهم شوية طحينة، شوية ليمون، فول بقى وحمص منقوع، فول وحمص الفول مسلوق طبعا يعني مستوي جاهز، حطي الحمص وحطي الفول. على فكرة الطبق ده كمان ينفع في رمضان تحفة، وليه حطينا معاه زبادي، وبصوا، وكمون بقى وطماطم وفلفل وبصل وبقدونس وحركات، الطبق ده مفيد جدا وحلو قوي كمان عشان فيه زبادي، وينفع كمان في رمضان. شوية زيت زيتون بقى في الوش. تعالوا نخشوا بقى على الحلو. عندك مثلا الدقيق، وعندك بيض، وعندك شوية ملح، وعندك معلقة نشا، اضربي كل ده مع بعضه، وشوية لبن عليهم، وتعملي بيهم احلى عجينة بانكيك. تحطي كده في الطاسة نقطة زبدة او نقطة زيت اللي يريحك، ولما تلاقيه بالقوام اللي انت هتشوفيه دلوقتي ده، تحطي في الطاسة لغاية لما الوش من تحت يتحمر، تقلبيه الناحية التانية. اعرف ازاي يا محمد ان الوش يتحمر؟ هتلاقوا فيه فقاقيع كده تطلع من فوق الوش، وتقلبيه الناحية التانية. حطي بقى ما بين الطبقات اي حشو عندك، فراولة، موز، برتقان، اللي انت تحبيه، حطي بقى شوكولاتة، حطي عسل نحل برضو اللي انت تحبيه. تعال نشوف حاجة حلوة تانية. هاتي 3 بيضات، حطي عليهم كوباية سكر، وحطي عليهم الفانيليا، وقلب قلب قلب لغاية لما يتجانسوا كده مع بعض. هاتي بشر ليمونة ونص كوباية زيت، كوباية زبادي، كوباية لبن،
قلب 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 لغاية لما شفته مع بعض المنظر عامل ازاي، وكوباية دقيق أبيض وكوباية دقيق أسمر، أو ممكن سميد عشان هنعمل هريسة مش بسبوسة، هريسة. يبقى كوباية دقيق أبيض وكوباية سميد والبيكنج باودر طبعا، وبقت ونسقيها بالشربات. بعد كده بقت أحلى صينية هريسة خفيفة وجميلة وتحفة. فانتي ما تكتريش السكر قوي في الخلطة علشان احنا هنحط سيرم في الآخر. بصوا بقى الطريقة دي حاجة برضو حلوة بالتفاح. قطعي التفاح مكعبات صغيرة، وممكن تفضل يعني ان انتي تعمليه من غير قشر يبقى اخف. هاتي الجلاش او لو عندك عجينة، العجينة دي بتتعمل بأي طريقة خفيفة، بس ما تحطيش فيها خميرة، ممكن تحطي رشة بيكنج باودر. وقطعيها دواير كده بالشكل ده وحطيها في الصينية بتاعت الكب كيك. فاحنا هنعمل كب كيك بالعجينة دي، اما بالعجينة او بالجلاش لو عندك، هي هتبقى حلوة سواء بكده او كده. بس لو بالجلاش هتحطي كذا طبقة. التفاح زي ما انتوا شفتوا كده على النار بحبة زبدة وقرفة وسكر، يتجانسوا كده مع بعض وتحطيها في وسط العجينة. طلعيها من الفرن بقى، حطي عليها رشة سكر، تحفة في الشتا دي. بصوا برضو الكيكة دي اللي كلها شوكولاتة حلوة، طريقتها سهلة قوي. قطعي الشوكولاتة حطي على الزبدة وحطيها في الميكرويف تسيح، طلعيها وحطي عليها 3 بيضات وفانيليا ونقطة ملح صغيرة، وحطي على الشوكولاتة وحطي عليها 2 معلقة دقيق، احنا عشان هنعملها زي في البورما كده، شايفين؟ حطي كمية 3/4 كده وحتة شوكولاتة في النص، يدوبك تاخد 7 دقايق وتطلعيها. بصوا تحفة. دي برضو حاجة تانية كده، هريسي موز حطي عليه 2 بيضتين لغاية لما يتجانسوا كده مع بعض جامد قوي، وحطي الفانيليا وحطي شوية سكر وقرفة او كاكاو اللي انت عايزاه، برضو بيكنج باودر. قلب قلب. بصوا العجينة بقت عاملة ازاي، حطي عليها بيضاية. هنعمل زي قالب كيك وقطعي حتة شوكولاتة عليها، وبصي الجميل، بصي بقى التحفة وهي طالعة دي من الفرن، روعة روعة، مش عايزة اقولك جمالها. تعالوا نعمل حاجة كده باللحمة المفرومة، حطي البقسماط والملح والفلفل والبقدونس، وبرضو كوريها كده كور وتشوحيها في الطاسة على النار، وتطلعيها من على النار. وفي نفس الطاسة بنشوح برضو البصل والثوم وبقدونس بسيط قوي معاها، وتحطي صلصة طماطم زي ما احنا ما عملنا في الكفتة من شوية اللي احنا عملناها على المكرونة، وحطي برضو الكفتة فيها، ولكن المرة دي هنعملها في ساندويتش بقى، برضو ينفع لجوع اخر الليل. حطي من الخلطة دي في الساندويتش وحطي الكفتة وعليها اي نوع جبنة تحبيه، ودخليها الفرن كده بسيط قوي، او انت اعمليها بالنار قدامك. ما تنسوش تعملوا اللايك والشير لقناة فن ولعب. كانت معاكم ام محمد.